هوي النائب الإقليمي لقدام المقيم أعضاء جيش التحرير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تخليدا للذكرى 71 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وبتنسيق وتعاون مع جمعيات العهد الجديد ومندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، نظمت هذه الندوة التي سلطت فيها الأضواء على وثيقة 11 يناير من حيث دلالتها التاريخية وسياقها، إضافة إلى الحديث عن دور المرأة المغربية بصفة عامة في مرحلة الكفاح الوطني، مع إعطاء نماذج لهذه النساء اللواتي ساهمنا في الحركة الوطنية. ليختتم السيد المحاضر مداخلته بإعطاء نبذة شاملة ومفصلة عن السيدة مالكة الفاسي باعتبارها المرأة الوحيدة التي وقعت على وثيقة 11 يناير ضمن 57 موقعا. أما الفكري المندوب الإقليمي للتعاون الوطني والذهب، تبعا لمذكرة السيد المدير التعاون الوطني، وحول الموضوع الذكرى 61 لوثيقة المطالبة للاستقلال، وفي إطار البرنامج المسطر من طرف المندوبية نظم هذا اليوم بشراكة مع جمعية المجتمع المدني الجمعية الشريكة العهد الجديد، وبتنسيق مع المندوبية السامية للمقاومين وأعضاء جيش التحرير مائدة مستديرة حول الموضوع لفائدة المستفيدات من خدمات دار المواطن القدس. الموضوع هو التعريف تنشئة صالحة، ولغرس في روحهن التضامن والمواطنة الصادقة، ولتشبتهم بالوحدة الترابية وبالعرش العلوي الخالد. نزهة البوعزاوي، الكاتبة العامة بجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد بجهة والذهب القويرة. احتفاء بذكرى 11 يناير ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، نظمت الجمعية بتعاون مع مندوبية التعاون الوطني وبشراكة مع المندوبية الإقليمية لقدماء المقاومين وجيش التحرير ندوة اتخذت كشعار لها وثيقة المطالبة بالاستقلال دلالاتها التاريخية. وهذه الندوة هذه كانت في إطار يعني إعطاء نظرة تاريخية للمرحلة الزمنية اللي كانت فيها هذه الوثيقة هذه. ويعني اقتصر الأستاذ المحاضر على إعطاء دور المرأة في استقلال المغرب، الدور الجوهري لأنه كان دور كبير جدا للمرأة في الاستقلال وفي جيش التحرير. كان عرفنا بأنه يعني ليس بجديد، ولكن بحكم أنه الفئة المستهدفة هي فئة ديال المحو الأمية، فبالتالي حاولنا أن نقدم لهم واحد نظرة بأن المرأة كان لها دور مهم.